جيت على مود استبدل جوازي لان انا جوازي ما منتهي ومباراه العراق والكويت لازم اطلب الجواز الالكتروني. فبصراحه قريت منشور الصبح بالفيس عن طريق قناه المربع وقالوا مديريه جوازات مفتحه، فاجيت الحمد لله الاجراءات كلش حلوه، المديريه كلها متعاونه يشتغلون كخلية النحل بصراحة يعني ما قصروا. خلال ايش قد قالوا لك راح تستلم؟ والله خلال يوم، هسه خلال ساعات ان شاء الله. والله نريد نروح احنا للكويت، فرصة هاي. اي والله. طيب شلون؟ انا جوازي ما منتهي، نريد نطلع الكتروني على مود نروح بيه للكويت، هم الكويتيين بعد قالوا الا الكتروني. زين هو شاهو ذاك الجوازنا القديم ما بي شيء رسمي وها يقايم نبي، بس بعد احنا لازم نطلع، مو هاي اللعبة ما نقدر نفوتها، منتخبنا عزيز علينا، لو بالصين نروح له مو بالكويت. طيب كيف شفت الإجراءات؟ ايش قد كانت الرسوم بالجوازات؟ والله يعني ما شاء الله، يعني عبالك بدولة أوروبية ايش قد ما يسهلوا أمرنا. جد الجواز مالتي وهو ما مخلص وسووا الاستثناء والحمد لله وسووا الشكر وصلت الموافقة والإجراءات مالتهم كلها سهلة وبسيطة وكل شيء مرتبة. خلال ايش قد اجت الموافقة؟ تقريبا خلال نص ساعة. طيب ايش قد المبلغ اللي دفعته؟ المبلغ الاستثناء 200,000 دينار بالإضافة للجواز دفعين 91,000 للماستر كارد. كيف صار؟ تقريبا المجموع صار كله 400,000. 400 إلا جوازي ما منتهي منه يمكن لل 28 بي، يعني هذا الجواز العراقي ايش بيه؟ ليش الكتروني؟ انا هذا طابي للامارات وطابي لتركيا وطابي لبيروت ورايح بيه لسوريا ورايح كل الدول بيه، ايش بيه جوازنا العراقي؟ هذا جواز تاج وباز ترى، بس ما اعرف هذا شنو سبب مال الكتروني، ما اعرف. احنا ناشد وزير الداخليه اللي يتدخل بهاي الشغله، لان اغلب المواطنين ما تقدر تروح، ما يقدر يدفع رسوم هالقد ورا $500 تقريبا مال أمال دخول الكويت تجزية، يعني المواطن العراقي ما عنده ذي شيء الإمكانيات القوية، مو كل هذا الناس. والله رسوم هسه لحد الآن تقريبا جواز يكلف 400,000.